أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. تميز طقس هذا اليوم باستقرار في العوامل الجوية، ومن خلال صور القمر الاصطناعي نلاحظ ان طقس كان عامة مغشر زئيم ببعض السحب بأغلب الجهات، تكاثف تدريجيا بعد الظهر بالوسط، والحرارة القصوى تراوحت بين 24 و 28 درجة للشمال والوسط، سجلنا 25 بتونس، وبين 28 و 32 درجة بالجنوب. هذه الليلة بعض السحب بكافة المناطق تكون أحيانا كثيفة بالوسط والجنوب الشرقي، والحرارة تتراوح بين 10 و 14 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 14 و 18 درجة ببقية الجهات. يوم الغد إن شاء الله سحب قليلة بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالوسط الغربي، والحرارة القصوى تكون في حدود 27 بمنزرت، 28 بتونس، 22 بقليبية، 27 بنابل، 29 درجة بزغوان. بالنسبة إلى باجة 30 درجة، 22 بتبرقة، جندوب الحرارة القصوى 30 كذلك بسليانة، 29 بالكاف، 26 بتالة، 30 بالقسرين. القيروان الحرارة القصوى في حدود 33 درجة، 29 بسوسة، 30 بالمنستير، 27 بالمهدية. بالنسبة إلى سيدي بوزيد الحرارة القصوى 32 درجة، 30 بصفاقس، 28 بقرقنة، 29 بجربة، مدنين 35 درجة، 31 بجابس، قفصة 31 درجة، 34 بقبلة، 33 بتوزة. تطاوين الحرارة القصوى 33 درجة، 32 بكل مرمادة والبرمة، و34 درجة ببر الخضرة. الملاحة والصيد البحري بشمال تونس، ريح جنوبية غربية شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، البحر مضطرب فقليل الاستيراد. خارج الحمامات وجهة الساحل، ريح جنوبية غربية ثم تتجه إلى جنوبية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاستيراد. بالنسبة إلى خليج جابس، ريح جنوبية جنوبية شرقية من 10 إلى 20 عقدة، تتقوى بعد الظهر من 15 إلى 25 عقدة، البحر قليل الاستيراد فتدريجيا مضطرب آخر النهار. التوقعات الجوية بالنسبة إلى بعض المدن العربية والأوروبية بنواكشوط 34 درجة، طقس صافر، أغادير سحب قليلة 30 درجة، 32 بمراكش، 26 بدر البيضاء مع سحب عابرة، 25 بالرباط، طقس صافن بتلمسان 28 درجة، كذلك الجزائر العاصمة 24 درجة، بعنابة سحب قليلة، طرابلس 30 درجة سحب قليلة، مصراتة 25، بنغازي 23 درجة، طقس صافن بالإسكندرية 28 درجة، كذلك بالقاهرة 32، المدينة المنورة بعض السحب 38، مكة 40 درجة سحب قليلة، بالرياض 38، أبوظبي 39 درجة مع طقس صافن، منامة 33، كويت 38 درجة، طقس صافن ببغداد 36 درجة، القدس الشريف 26 طقس صافن، سحب قليلة ببيروت 25، أنقرة سحب عابرة 21 درجة، بعض السحب بأثينا 23 درجة. بالنسبة إلى نابولي سحب كثيفة مع أمطار 22 درجة، كذلك بروما، ميلانو سحب كثيفة مع أمطار 20 درجة، سحب رعدية بميونيخ 17 درجة، ستراسبورغ 19 درجة طقس مغيم مع أمطار، أمطار منتظرة كذلك بجنيف وليون وتولوز سحب كثيفة مع أمطار، أمطار منتظرة ببرشلونة 23 درجة، طقس قليلة السحب بمدريد 22 درجة، وسحب قليلة بلشبونة 23 درجة. التوقعات الجوية بالنسبة للأيام القليلة القادمة إن شاء الله: الخميس 1 مايو 2014 سحب عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة بالجنوب، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب، معتدلة من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، ثم تتقوى بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب، البحر قليل الاضطراب ومضطرب، والحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة بالشمال والوسط، وبين 30 و34 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب. يوم الجمعة 2 مايو 2014 طقس أحيانا كثيفة السحب مع أمطار متفرقة بعد الظهر وأثناء الليل بالشمال ومحليا بالوسط، الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وضعيفة ومعتدلة ببقية الجهات، البحر مضطرب والحرارة في انخفاض طفيف. شروق الشمس يوم الغد سيكون في الساعة 5 صباحا و26 دقيقة، والغروب سيكون في الساعة 7 مساء و8 دقائق. أوقات الصلاة ليوم الغد 34 أبريل 2014: صلاة الصبح بداية من الساعة 3 صباحا و49 دقيقة، الظهر منتصف النهار و24 دقيقة، صلاة العصر في الساعة 4 بعد الزوال و3 دقائق، المغرب في الساعة 7 مساء و10 دقائق، وصلاة العشاء في الساعة 8 ليلا و45 دقيقة. لمزيد من الإرشادات يمكنكم الاتصال بالموزع الصوتي موقع الويب أو بعث إرساليات قصيرة على رقم 85012. في الختام نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، وتصبحون على خير.